أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استخدام اللولب للنساء عند الجماع؟ هذا حسب ظروف المرأة، هذا حسب ظروف المرأة. إذا كانت مضطرة إليه اضطرارا عظيما فلا بأس أن تستعمله، أما إذا لم تكن مضطرة وإنما قصدها الفرار من الحمل وهي صالحة للحمل وقادرة على التحمل فلا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها استعمال اللولب، إنما يجوز عند الضرورة إذا كان الحمل يؤثر على حياتها وتخشى من مضاعفات مرضية فلها أن تستعمل. وهذا لا بد من مراجعة الطبيب، لا بد من مراجعة الأطباء في هذا، هم يعرفون حالة المرأة وحاجتها إلى اللولب أو عدم حاجتها.